السلام عليكم. هسه نبلش الشرح اخر موضوع في الميجر لوسز، واللي هو مثلا بكون معطيني الهيد لوس والكيو، طلب مني ديميتر وات سايز اوف اسفلتد كاستد ايرون بايب، يعني بده ديميتر سايز، كلمه سايز يعني ديميتر، ونوعه اسفلتد كاستد ايرون بايب ريكورد كاري او واتر 60 فهرنهايت فاد ستارتش 3 سي اف اس، يعني الكيو 3 فيت تقريب كل سكند، with head loss 4 feet per 1000 feet، يعني الال 1000 feet head loss 4 feet. انا لما اكتب المعادلة هي at l head loss او at friction في l على d في v تربيع 2g، وبس هون كانوا معطيني الكيو وانا ما معي ديميتر، فلازم اكتب معادلة الكيو. فانا لما يكون عندي السؤال بالديميتر تعمل معادلة هالهيدلوس 8 في L في L كيو تربيع على G في دي قوة 5 باي تربيع هيدلوس 4 8 من القانون ال 1000 ديها كيو 3 تربيع 32.2 ركز باي باي تربيع مجهول الدي كي دي قوة 5 تساوي كذا كذا. بس شو بنعمل؟ نفس فكرة ما يطلب مني كيو، بروح بفرض الاف زي ما بدي. طبعا هنا في فكره تختلف عن هاي، هنا هناك كنت اقول لك مثلا افرض اي على دي، يعني افرض اي الاي على دي بتطلع معك، افرض فولي تيربلنت مثلا مش مستقيم. فانا اصلا انا الديميتر مش معي فما بقدر اطلع اي على دي، عشان هيك انا لازم اول شيء افرض الاف. فرضت الاف مثلا في هذا السؤال فرضت 0.012، افرض اي رقم بدي اياه 0.012 فرضتها طلعت معي دي قوة 5 فبدي طلعت معي بوينت 925، شو بعمل هسه؟ كانوا صارت معي الفيلوسيتي ومعي كانوا صار معي الديميتر ومعي الكيو، فبجيب الفيلوسيتي، الفيلوسيتي الكيو على الاريا، طلعت الفيلوسيتي مش متر لكل سكند، فيت لكل سكند، بعدين بطلع الرينولد نمبر، هاي الفيسكوسيتي هيك اعطاني في السؤال، افرض ما اعطاني في السؤال مش مشكلة. شو بعمل؟ طلعت الرينولد نمبر الاي على دي، هسه الدي اللي طلعت معي لاحظوا دي طلعت معي واللي كاستد اسفلتد كاست ايرون باي، نروح على نوعه اسفلتد كاست ايرون نظام الفيت، نظام الفيت عندي 0.004 تمام، هيها 0.004 على الديميتر اللي انا طلعته بالفرض، يعني كل قيم فرض 3.04 رنولد نمبر 3.3 10 قوة 5 نفس السلافة، وين رسمة المودي؟ رسمة المودي 3.04 يعني تقريبا هون ماشي مستقيم عند الخط المنقط، بلش اطلع من الكيرف، بمشي خط مستقيم تطلع معي الاف تقريبا 0.18. بعمل بعوض 0.18 معادلة هاي مره ثانيه، ماشي انا فارضه 0.12 والاف طلعت معي كان 0.18 فبعيد عنها، فشو بعمل؟ بعوض هون 0.18 اللي طلعت معي، يعني عوضت طلعت معي ديميتر واحد، الواحد بعيد عن 9، بعيد عن 0.9 فيها 7 بالعشرة تقريبا. شو بعمل؟ بطلع الفلوستي مرة ثانية، بطلع الرينولد نمبر مرة ثانية، بطلعت الاي على دي، بطلع معي الاف تقريبا 0.018 0.079 تقريبا، مش مهم هذا الرقم، فبالتالي حلي صح، بالتالي قيمة الديميتر بتساوي 1 فيت او 12 انش. فهي فكرة الديميتر، يعني الخطوات للديميتر زيادة عن الكيو، افرض دي او القطر دلالة اف، بعدين طلع قيمة سرعة، لا افرض القطر بدلالة اف، يعني افرض الاف طلع القطر، طلع السرعة، ما هو معك الكيو صار معك الاريا، بعدين طلع الرينولد نمبر، بعدين طلع القطر، طلع الاي على دي ريليتيف روثنس، طلع الاي على دي، بعدين جيب اف من مود ديجرام، بعدين قارنها، مع اللي فرضتها، اذا نفسها او قريب كثير تعتمد الاجابة، اذا اذا مش نفسها ارجع عوض القيمة اللي طلعت معك عوضها بالمعادلة الاصلية وكرر الخطوات.
لحد ما تصير نفسها، لحد ما تصير نفسها. تمت الإجابة الملخص. هذا كان هو الماجرلوسس. الماجرلوسس مش راح يجي غير عندي الثلاث حالات هذول. طبعا بالامتحان بدك تركز انه ممكن يجيني فلو لامينر في الطبق 64 على النهار، ممكن انه تركز انه يجيك اسئله زي هيك انك تستعمل برنولي، ممكن بامب او الى اخره، يعني ترجع على اي سؤال من بدايه الماده وتحل. برنولي انرجي كويشن اسمها. حتى الماينرلوسس، خلينا نحكي عن الماينرلوسس. الماينرلوسس هو لما يحدث عندي تغيير في اتجاه السرعه، نقولها بسبب الكومبوننت مثل اتش ام اللي هي الاتش ماينر بنسميها، هذيك هي ايش بنسميها؟ بشكل عام اتش ال. اتش ال تساوي هاي اتش اف زائد اتش ام. اتش اف اللي هي اللي حليناها فوق كاملة، والاتش ام اللي بدنا ناخذها هسه، اتش ال هي مجموعهم. بالتالي عندي الماينر روسز، عندي الاتش ام بشكل عام هي كي في في تربيع 2 جي، في اللي هي السرعه اللي انا فيها. كيف يعني هسه خلينا نعرف K اللي هي ثابت بنجيبه حسب عندي الهاي. عندي انواع للماينر روسز راح امشي عليهم سريع لانهم مش كثير يعني عليهم اسئله، ممكن كثير يجي سؤال. ماينر روسز كل حاله لها قانون. اول شيء روسز ديو تو كونتراكشن، اتش كونتراكشن ديد لوس كونتراكشن، هي K كونتراكشن في في تربيع. شو يعني كونتراكشن؟ ما تسمع كلمه كونتراكشن او اصلا انت في السؤال كيف تعرف انه عندك كونتراكشن؟ لك ببساطة لما تكون عندك هاي الحالة قطر كبير بعدين صار قطر صغير، قطر كبير صار قطر صغير، مباشرة بتحكي عندي contraction. نرجع لشابتر 7 لما كنا نرسم energy grid line والhydraulic grid line، لاحظ هون قطر كبير بعدين صار قطر صغير، فشو صار عندي هون؟ analysis. طبعا analysis والcontraction هو الcontraction. يلا نكمل. contraction قانونه PC V2 تربيع 2 جي، لاحظ دائما السرعة الأصغر يعني السرعة الأكبر اللي هي السرعة الثانية، دائما V2 دائما V2 تربيع 2 جي. KC بتجيبها من جدول، بدي أعطيك الصافي. KC أول شيء هون D2 على D1 الديمتر الصغير على الديمتر الكبير، قيمة السرعة الصغيرة من خلالها KC. طب افرض طلعش قيمة بينهم، تعمل interpolation، هاي شغلات طويلة في العادة ما راح تيجي KC معك في الامتحان، ممكن يعطيك اياها جاهزه. المهم بيطلع كيسي من الجدول وتحطهم، بالعاده لا تهتم لها مش كثير مهمه. هسه بس ديو تو انلارجمنت، يعني اذا كان عندي عكس هاف، كان صغير بعدين صار كبير، تمام، كان صغير بعدين صار كبير، قانون انلارجمنت في 1 ناقص في 2 تربيع 2 جي، بس قانون الهيدلوس. تمام، في عندي إذا كان عندي هاي حالة الديفيوزر، يعني إذا كان عندي هون تغير في القطر بس كان في عندي ميلان، عندي ميلان فبطل نفس القانون. هاي لاحظ هون V1 ناقص V2 الكل تربيع، V1 تربيع ناقص V2 تربيع مضروبة في AE. AE بتجيبها من هون حسب الزاوية اللي معك. هاي مش مهمة، لا هاي مهمة ولا هاي مهمة ولا هاي مهمة، أنت بس لازم أنت مشان لما ترسم الهيدروليك جريد لاين والإنرجي جريد لاين تعرف وين عندك ماينر روسز. ماينر روسز بيحدث عندي لما يتغير القطر سواء من صغير لكبير او من كبير لصغير. الكبير لصغير بنسميه كونتراكشن، من صغير لكبير بنسميه انلارجمنت. ديو تو ذا بايب انترنس، الانترنس كثير مهمه، هي لما يحدث عندي خزان يكون مربوط بانبوب، يعني انا هذا الخزان بلش يصب عندي هي قيمتها نص وممكن تكون قيمتها واحد اذا كان الانبوب فايت لجوا. هذا كيف الانبوب بدايه الخزان في الانترنس نص، الأنبوب فايت لجوا فهي واحد، كان في تقعر زي هيك قيمة 0.04 كان عندي ميلان بستعمل الاقتران. هذا كل شيء مش مهم، بالغالب احفظها قيمتها نص، بالغالب نص بتكون. تمام، كي انترانس ال H انترانس هي انترانس في V تربيع 2 G، V اللي هي سرعة الأنبوب المربوط في الخزان مباشرة، كي هي نص يا واحد يا 0.04 يا الاقتران. عندي الحالات إذا كان عندي تقعر 0.04 كان على الحفة بالضبط في نص، وإذا كانت لجوة هي 0.8 هي مش 0.8 هي 1 برضو نفس الحالات مش مهم كثير. القانون الأساسي ممكن نسميه إيفينج تانك HL L في V تربيع 2 V، تانك دائما أحفظها نص إذا حطنيها بالامتحان. هتسدي ستارج، تسدي ستارج شو يعني؟ هو
بطب بخزان، مش خزان بصب بوب، يعني عكس الانترنس. في مانر لوسز فيه في تربيع 2 جي دائما قيمتها واحد، دائما قيمتها واحد. الدسشارج او الاكزيت بتقدر تسميها دائما قيمتها واحد. يعني مشان هيك لما نرجع للهيدروليك جريد لاين، انرجي جريد لاين، لاحظ هون بدايه الخزان عندي انترنس فنزل شوي، نهايه الخزان عندي اكزيت او دسشارج نزل شوي، وعندي هون توربين ما في عندهم اصلا. اذا هذا القطر تغير فصار عندي مانر لوسز. اتمنى انها تكون هسه هيك رسمات الانرجي جريد لاين والهيدروليك جريد لاين فهمت اكثر ليش كنا ننزل وليش كنا نطلع. بس ديو تو بنز، بنز اللي هي اللي بيكون فيه يعني هاي هيك الانبوب هيك الانبوب بوصل بينهم شيء مقعر. هون اوكي بنز في في تربيع 2 جي واي في في للانبوب. كيف بجيبها؟ كيف بجيب الكي على كي بي؟ بشوف الراديوس على الديميتر، راديوس اللي هو راديوس راديوس الانبوب، راديوس ديميتر هو ديميتر الانبوب، بقسمهم على بعض بيطلع معي هاي القيمه من 1 او 2 او 4 او 6 او 10 او 26. في الكي بنز بتكون هاي، يعني انا اذا قسمت ار ادي معي 1 في الكي 35، بعوض 35 بتربيع 2 جي، اذا هاي 4 بتطلع معي بون 17 هكذا. اذا بيناتهم انتربوليشن، كيف الانتربوليشن؟ نسبة تناسب، 6 بتعطيني بون 2 2، 10 بتعطيني بون 3، 8 كم بتعطيني؟ كمان نسبة تناسب قسمه وطرح. عندي الفالز، الفالز في في تربيع 2 جي والسرعة للامس الفالف حسب نوع الفالف. كان عندي جيت فالفز، هذا المفروض يكون ما يتداول في الامتحان. كان عندي جيت فالفز بتكون بوينت 15، كانت جلوب فالفز تكون 10، كانت فالفز تكون هون حسب شو نوعه، كلوزد هند او اوبن، والروتري فالفز مثل هكذا. بكون خلصت الماينر لوسز. طلعنا الامثله نطبق بين الماينر لوسز مادر نوسز. خلي الأمثلة هاي لحال، طبعا أنا مثلا مشي أنا سريع لأنها مش كثير مهمة تفهم فكرتها. يعطيكم العافية.